المتين واحد لو كنت بيسمعوا
متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا من كل مكان، معكم الصحفي عوض الحاره. طبعا احنا هنا في اجواء فوق الرائعه بمراحل تشجيع وهتافات مستمره من جماهير النادي الاهلي. الساعه الكاميرا لاستاد القاهره الدولي، دعم مستمر بجميع الطرق. طبعا اختلاط لاول مره وغير طبيعي ما بين جماهير النادي الاهلي والزمالك، ومنهم من شجع الاتحاد والاسماعيلي، كله هدف واحد بس هو الاهلي ومن يحمل اسم مصر. Thank you.